كنقوموا بواحد المبادره كنعاودوا نرموا المدرسه كنصلحوها من جديد كنصلحوا الطواليطات كنصلحوا الاقسام كنصبغوا المدرسه نصغبوا واحد الجرده كاين بزاف ديال الحوايج اللي بغى يجي يتعاون معنا مرحبا به كاين بزاف ما يدار وباقي بزاف ديال الاقسام فكنتمنى من اي واحد شاف هاد لا فيديو هادي يجي لهاد المدرسه هادي ويعاونوا ولو اي حاجه اللي بغا يتطوع مرحبا بها نحتاجو الناس يتطوعوا للصباغه هنايا ودي زارتيست اللي بغاو يجيو باش يرسموا في الحيوطه زعما مرحبا بهم اي واحد مرحبا به الله هتشوفوا من بعد منين غادي نساليو المدرسه كيفاش غتولي باذن الله تعالى السلام عليكم معكم صابر الشاوني الملقب بوزير السعاده ولا نقولوا بالاحرى مولا برطوط شخصيا حنا كاينين الان مع جمعيه يلا نتعاونوا في مدرسه عبد الرحمن انكاي اللي كاينه حدا الروم بوانت عين قطيوط كنقوموا بواحد المبادره كنعاودوا نرموا المدرسه كنصلحوها من جديد كنصلحوا الطواليطات كنصلحوا الاقسام كنصبغوا المدرسه نصغبوا واحد الجرده نغرسوا الفلفل ان شاء الله هنايا كاين بزاف د الحوايج اللي بغى يجي يتعاون معنا مرحبا به كاين بزاف ما يدار وباقي بزاف د الاقسام ما كيراناش الشعب الطنجاوي كامل يجي لعنا ومرحبا بكم جاي اتصل من عند الاستاذ نوال الفيالي رئيس ديال جمعيه يلا نتعاونوا وما قدرش انني ما نقول لا جيت لعنده وقلبا وقالبا لان كيعجبني هذا العمل بحال هذا وما كرهتش هادشي يطبق حتى فني احمد ان شاء الله يا ربي وعملت ستوريات عندي في انستغرام بزاف ديال الناس جاو حق باقي خصنا ناس اخرين لان هادشي غيبقى من دابا حتى ل 10 في الشهر او حتى ل 20 لان المدرسه اللي افتتاح ديالها يكون في 20 في الشهر خصنا نعطيو الشحط باش نكملوا المدرسه ومرحبا بكم كاملين بكم اجي عند وزير السعاده باش هادشي يرجع كامل مبرطط ان شاء الله بتبرطط السلام عليكم كيف سمع المساء عليكم اول حاجه تحياتي كبيره متتابعين قناه طنجاوي فبالنسبه كيف جاتني الفكره شفت لا فيديو ديال صابر الشاوني فعجبتني الفكره وجيت مدرسه ديال عبد الرحمن ان جاي باش انني نعاونهم فكنتمنى من اي واحد شاف هاد لا فيديو هادي يجي لهاد المدرسه هادي ويعاونوا ولو اي حاجه فكنتمنى انكم تجيو غادي يكون هذا شرف كبير لي المشروع اللي فيه 10 ديال المدارس واللي حنا هاد المدارس هادو مدارس عموميه اللي تيكونوا في حاله ما زويناش وفيهم بزاف ديال لي طرافو خصهم يداروا وتنحاولوا ندخلوا عليهم بعض الاصلاحات وبعض الاشغال فيهم كرسومات وكصباغه الى اخره المدرسه كانت في حاله كارثيه مور الاقسام كانت مزباله بفضل الناس الخير اللي متبعينا ومتبعين الاعمال ديال الجمعيه قدرنا اننا لحد الان نتوفقوا في باش حيدنا هذه المزباله هذه انتم غتشوفوا الفيديوهات من بعد الاقسام كانت فيهم كانوا كيقطروا بالماء يعني كانوا تا هما في حاله لان المدرسه الى ايتي كريم 1971 تطوعت معنا شركه مواطنه كيديروا دابا اشغال ديال البناء والاصلاح الله يجازيهم بالف خير الله يرحم لهم الوالدين وبزاف ديال الشركات المواطنه دخلوا معنا في الخط انا قلت لكم جاكوب دي لافون كالعاده اللي دخلوا معنا وكيعطيونا لي كوف ولي تواليت ترك شركه غادي تعطينا دي بيسي للمكتبه الله يرحم لهم الوالدين ولكن الغايه اننا غادي نصلحوا دابا ولكن من بعد واش غتبقى المدرسه في هذه الحاله ولا لا هذا هو السؤال المطروح داكشي علاش خاص الجهودات تكون متضافره لا من الاباء او اولياء ديال التلاميذ لا من جمعيه الاباء لا من الناس الساهرين على هذه المدرسه هذه باش تزيد باش تبقى في هذه الحله هذه اللي حنا ان شاء الله غتشوفوا من بعد منين غادي نساليو المدرسه كيفاش غتولي باذن الله تعالى وقدرته اتصلت بالاخت نوال الفيلالي رئيسه جمعيه يلا نتعاونوا وطلبت منها الجمعيه ديالها تساهم
في مشروع إصلاح مدرسة عبد الرحمن أنيكاي بحكم أنها عندها رخصة وشراكة مع نيابة التعليم لإعادة تأهيل 10 مدارس عمومية. وبكل فرح جاوبتنا المطلب ديالي وبدينا اجتماعات وتهيئات من هذا المشروع من شهر 4 أبريل، والحمد لله دابا وصلنا للتطبيق و 50% ديال الأشغال تقدموا وحنا ماشيين فيهم. والشكر كذلك للمتطوعين ديال القدماء ديال أنيكاي، كاين اللي تطوع ماديا كاين اللي معنويا، كاين اللي بحال الأخت سناء العالمي فنانة ورسامة، بحال الأخ يحيى حتى هو تطوع معنا، والحمد لله الأمور هي ماشية وحنا كنحاولوا نرجعوا للمدرسة على أحسن ما يرام. هذه واحد يومين اتصل بيا أستاذ عصام واقترح عليا الفكرة أنني نجي نعاونهم هنايا في رينوفاسيون ديال ليكول. وبالصدفة قلت له أنا راه قريت هنايا وما كانش عارفني قريت هنايا، قريت هنايا كنت واحد العام، قلت له زعما بكل فرح وبحكم أنني كنخدم بلا ريكوب بالغوسيكلاج، دونك اقترحت عليهم نعدلوا هاد الكراسة هادو اون فوا ريسيكلي داك لي فولي ديال الشراجم ونعدلهم في لي بون. اللي بغا يتطوع مرحبا بها، نحتاجو الناس يتطوعوا للصباغه هنايا ودي زارتيست اللي بغاو يجيو باش يرسموا في الحيوطه زعما مرحبا بهم، اي واحد مرحبا به. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.